يلتقي فريق الأهل المصري مع كايزر شيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقي على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء السبت التاسعة بتوقيت القاهرة ويتمناها الجمهور الأهلاوي العاشرة بتوقيت الأهلي يلتقي الفريقان بعد صعود الأهلي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه ذهابا في تونس بهدف لمحمد شريف وإيابا في القاهرة بثلاثه اهداف دون رد احرز الاهداف علي معلول من ركله جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات بينما صعد كايزر شيفز على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه بالمغرب بهدف سمير نوركوفيتش وتعادل بجنوب افريقيا بدون اهداف ليصعد للمره الاولى في تاريخه للمباراه النهائيه. هل يكررها أولاد بيتسو موسيماني للمرة العاشرة في تاريخهم والثانية خلال ثمانية أشهر أم لأولاد كايزر شيفز رأي آخر ليسطروا تاريخا جديدا لفريقهم؟ يعتمد كل فريق على هداف من طراز فريد فالأهلي ونجمه محمد شريف وكايزر شيفز ومهاجمه الصربي سمير نوركوفيتش تتكرر المواجهه بعد أن التقى الفريقان في كأس السوبر الإفريقي عام 2002، وفاز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. يرفع جمهور الأهلي شعار "العاشرة ممكن"، بينما فريق كايزر شيفز إذا ما فاز بالبطولة سيكتب تاريخ جديد.